ملتقى هام جدا، خصوصا أنه ركز على دور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع في تعزيز التسامح. موضوع التسامح هام جدا، هام لنا كدولة، هام لنا كمجتمع، هام لنا كعائلة، هام لنا كأشخاص. الإنسان المتسامح يكون سعيد نفسه، سعيد بمنجزاته مهما كانت. الإنسان المتسامح داخل عائلته تكون أسرة طيبة ومترابطة. لا شك أن التسامح داخل المجتمع يعيش مجتمع مزدهر، ودائما حقيقة أرقى المجتمعات اقتصاديا وعلميا تكون المجتمعات المتسامحة. لا شك أن مثل هذه الملتقيات تعزز حقيقة وتسهم حقيقة في تعزيز المملكة، وأنها تكون المجتمع الحيوي، مجتمع حيوي كما تهدف رؤية سمو ولي العهد الله يحفظه، رؤية الدولة، رؤية 2030.